هذا وقد أكدت الدكتورة ابتهال العرادي إحدى الطبيبات المتطوعات في الصفوف الأولى خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي في برنامج مجتمع واعي أن حب الوطن هو الدافع الأول للتطوع. هذا دورنا وواجبنا أن احنا نوقف مع البحرين في كل اللي قاعد يصير الحين، وخاصة أن هذا الوضع يعني العالم كله قاعد يمر فيه، فحبيت أن أنا أتطوع لأن أولا حبي حق هذا الشيء، حبي حق التطوع وإني أساعد الناس، حبي حق البحرين هذا اللي خلاني في البداية أن أنا أشارك وياهم وأساعد الدكاترة باللي نقدر فيه، بما أن إحنا دارسين ومتعلمين تغربنا برا عشان نقدر أن إحنا نفيد البحرين في هالأزمات اللي قاعدة تصير. يعني ضاف لي شلون روح الفريق اللي بالمركز المعارض، كل اللي يشتغلون هنا كل المتطوعين على قلب واحد، تشوفهم شلون حتى المتطوع جاي حاب الشغل يعطي من قلبه، يشتغل كل شيء يقدر يسويه، حتى أيام نكون إجازة مثلاً نحن يعطونا يومين إجازة ننزل فيها نغطي لو كان في نقص ما عندنا أي مشكلة، فلأن كامل صايرين مثل العائلة الوحدة، الكل على قلب واحد، الكل يساعد الثاني، الكل يشيل الثاني، فهذا الشيء بالعكس أفتخر فيه وضيف لي شيء في حياتي، يعني تجربة ما راح أنساها حتى عقب إن شاء الله ما نخلص هذا الوضع على خير في أسرع وقت ممكن يا رب.